حياكم الله أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. دولة جارة مسلمة صبرت على العراق. القانون الدولي يقول لها روحي أخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1,100 مليار دولار. على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. شو تريدون تقولون؟ هل هو تطبيق لشعار إيران برا برا؟ على العراق أن يدفع. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم أريد نرجع إلى الماضي قليلا، ويعني نشوف ما الذي تغير، هل تغير شيء بمعاملة أو سياسة إيران تجاه العراق وتجاه العراقيين. يوم أمس عميد الأسرى العراقيين لدى إيران والذي أسر إبان الحرب العراقية الإيرانية الأستاذ نزار السامرائي كتب على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك يعني حول موضوع الأسر وكيف دخل إلى العراق بعد 20 عام، طبعا بعد 20 عام قضاها في سجون الأسر الإيراني. كتب أنه في تمام الساعة 9 من مساء يوم الثلاثاء 22 من كانون الثاني من عام 2002 دخلت إلى الأراضي العراقية الحبيبة من نقطة المنذرية. بعد 20 سنة يقول عشتها مع الألاف من العراقيين الشرفاء الذين لم يفقدوا بوصلة الولاء للوطن في أقبية ودهاليز السجون الإيرانية الرهيبة المسماة بمعسكرات الأسر. وقد تقلب هؤلاء الأسرى بين صنوف العذاب الذي لم ترد في كتب التاريخ إلا في بلاد فارس، وتفنن فيه الإيرانيون كما يبرعون في أساليب التعذيب في محاكم التفتيش. يقول ولم يتمكنوا من إشباع غريزة الانتقام من العرب عموما والعراقيين خصوصا الذين مرغوا أنوفهم في أوحال الهزيمة والذل وأرغموا الخميني على تجرع كأس السم في 88 عام 1988. لهذا نقلوا انتقامهم إلى معسكرات الاعتقال السرية التابعة للميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني، فغيبوا الآلاف واغتالوا الآلاف، ولكن غريزة الدم عندهم لم تنطفئ بعد. وكي لا تغيب هذه الذكريات المرة كما كتب الأستاذ نزار السامرائي عن الأذهان وعن العيون، ومن أجل أن تبقى متقدة وتستنهض كل مشاعر الكراهية لدى دولة الحقد، دولة الولي الفقيه وتحصن العراقي أمام كل محاولة التدجين والاحتواء الفارسي، أعيد نشر السطور الأخيرة من كتابي في قصور آيات الله كما قال الأستاذ نزار السامرائي. يقول تلك السطور التي تحكي قصة العبور من الموت إلى الحياة، وهذه هي السطور الأخيرة عندما اقتربنا كما كتب وقال من الحدود العراقية بالحافلات الإيرانية. كانت الساعة تقترب من 9 مساء يوم الثلاثاء 22 من شهر الواحد 2002، وشاهدنا عن بعد حشود العراقيين الذين جاءوا لاستقبال العائدين من أسرى يعرفونهم أو لا يعرفونهم، وقد تحشرت الجماهير على جانبي الطريق، بل سدت الطريق على آخره غير مبالية بهطول الأمطار الغزيرة في ذلك الوقت. تواصينا وبرجاء حار، وكما أوصانا العاملون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اسرعوا أثناء الانتقال من الأرض الإيرانية إلى الأرض العراقية لضمان دخولكم إلى بلدكم.
يقول وقف جنديان إيراني عند آخر نقطة إيرانية وإلى جانب جندي عراقي عند أول نقطة عراقية، ويقول هنا مفارقة المشهد المثير. يقول يتم التسليم بين الجنديين باليد واحدا تلو الآخر، كما تزاحمت الأفكار. يقول في الرؤوس كم تعددت الصور أمام العين، ولكن الحقيقة كانت أكبر من كل خيال وأجمل من كل الأحلام. حينما سلمني الجندي الإيراني للجندي العراقي توقفت عن الحركة من دون إرادة مني، ولكن وعي المختزن في أعماق عقلي وضميري هو الذي قادني إلى ما أقدمت عليه. يقول تساءلت هل أتوقف عن المضي إلى أرض الوطن، وهل يمكن أن يحصل مثل هذا لرجل مثلي. يقول تداعت الأفكار الواحدة تلو الأخرى، وتبين بأنني لم أنتبه إلى زملائي المتلهفين مثلي للوثوب إلى أرض العراق، كانوا ينادون على تقدم يعني زار، ولما لم أعيرهم انتباها هاج بحر الأسرى وماج غضبهم بالصياح تقدم يعني زار، وربما ترافق مع بعض العبارات النابية والشتائم، ولكنني تسمرت في مكاني وبهدوء وبآلية قفزت إلى 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 رأسي. عند تلك اللحظة الحاسمة بدأت أفتح خيط حذاء الإيراني الذي كانت إدارة المعسكر قد سلمته لي قبل بضعة أيام ونزعته عن رجلي، ووسط صياح متعالي عبرت الحدود حافيا بعد أن قدمت قدمي اليمنى على خلاف المشي العسكري، لأن أبي رحمه الله كما يقول أوصاني بأن أقدم رجلي اليمنى حينما أدخل مكانا طاهرا من آخر بلا طهارة، ولأن الحذاء كان إيرانيا. يقول فقد وجدت من المستحيل أن أدخل أرض العراق الطاهرة بحذاء إيراني، ومشيت وسط الأوحال وسيول المطر حافيا، فهذا استحقاق وطني للعراق العظيم. نعم، ربما يتساءل المشاهد إحنا ليش اليوم مثلا يعني نقرأ هذه السطور للأستاذ نزار السامرائي، وليش نعود إلى الوراء. استحضار التاريخ ضروري جدا، والتاريخ ليس ببعيد جدا، يعني بعمر الأوطان والبلدان 20 و30 سنة ليست شيء. هذا السرد التاريخي إذا صح التعبير هو كما أشرنا في البداية، هل تغير سياسة إيران تجاه العراق؟ ما هذا الحقد الذي تحمله هذه الدولة على العراق وعلى العراقيين؟ ليس فقط منذ الحرب العراقية الإيرانية، ولكن معروف منذ يعني بعيد الزمن. ما الذي تغير؟ هذه الدولة التي استثمرت غزو واحتلال العراق وتوسعت على حساب العراقيين وما زالت تتوسع، وقامت بتغذية ميليشيات لضرب العراقيين ببعضهم البعض، وما زالت يعني تمتد في المنطقة، تتدخل في سوريا، في لبنان، في اليمن، في دول الخليج. ماذا تريد هذه الدولة؟ ماذا تريد هذه الدولة من هذه المنطقة؟ واضح بأنها وكما هو معلن من قبلها تريد أن تتوسع على حساب البلدان، تريد أن هناك كراهية لدى الفرس، لدى الإيرانيين تجاه العرب. لا مانع أن تكون هناك دولة جارة إيران أو غير إيران تحمل حسن الجوار مع جيرانها العرب أو غير العرب، وهذا أمر طبيعي في عالم السياسة وفي عالم العلاقات الدولية. ولكن إيران ما زالت مستمرة مع كل هذه السنوات ولغاية الآن، ونحن في 2019 ما زالت يعني تتصرف بأنانية وتتصرف بحقد تجاه البلدان العربية وخاصة العراق. معنا اتصال محمد من السماوة. أبو محمد من الديوانية، تفضل أبو محمد من الديوانية. وسعدك أخوي، شلونك أخوي؟ حياك الله يا أهلا بيك، أهلا وسهلا بيك. شلونك زين؟ الحمد لله بخير الله يخليك. والله أخي هذا الحقد هو مو توه، حقد قديم. نعم زين، الحقد من قبل الإسلام، لأن حقد الفرس علينا. نعم، واحنا كنا جنود
ونتمنى قبل نموت ولا نتأثر على الديران. زين؟ كنا نتمنى نموت ولا نصير أثر عند عند الإيرانيين. ولاحظنا دعمهم قبل للأكراد شلون دعموا الأكراد ضد الجيش العراقي، ولاحظنا حقد قديم مو تو أبو زين، يدون يسيطرون على العرب، يدون يستحوذون على الأراضي العربية ويمشون دولتهم إمبراطوريتهم علينا. نعم. زين؟ إيه. ولو التقينا بالأسرة، التقينا بأغلب الأسرة اللي جو. كانوا يشون من المعاملة. شلون شلون معاملتهم وياهم؟ نعم. كانوا يعني عايشين عيشة ذليلة غاد عندهم. ما مرتاحين. زين؟ زين أبو محمد، يعني إحنا نشوف مقاطع ونسمع ناس ويطلعوا على شاشات التلفاز مسافرين مثلا اللي يروح علاج يروح سياحة، احنا خلينا اتركنا عن المواقف الشخصية، احنا من يعني الدول ما تتعامل مثلا شخص تجاوز على شخص آخر، هذا خلينا نقول مو مقياس، بس انه يتم التعامل من قبل سلطات يعني مثلا منفذ جوازات يتم بإهانة العراقيين في المطار من قبل سلطات وليس من قبل مواطنين، شو تفسر هذا واحنا وصلنا الى عام 2019 بعد كل هذه السنوات؟ الحرب خلصت بال 88، يعني صار لها شقد؟ صار لها اكثر من 30 سنه. 40 سنه اي 31 سنه. نعم. انتهت الحرب. نعم. شو تفسر انت كل هذا الامر؟ نعم. وعلى اساس هم ودوله اسلاميه ودائما تتكلم انه حسن الجوار والى اخره، وشفنا اللي سوت بالعراق وتسويه وغير العراق، سوريا واليمن ولبنان ودول الخليج، وتحاول تتدخل في الشؤون في شؤون الدول العربيه. شو تفسر انت؟ نعم. يعني بس يعني نعم تفضل. ناس حاقدين على العرب وزرعوا سالفتنا الطائفيه بيناتنا وخلونا ها. زين؟ نعم. زين؟ هاي شوف فتره فتره بانه يريدوا يسيطرون علينا. ايه ايه فتره. زين؟ نعم. ايه ايه. اني اشكرك ابو محمد من الديوانيه. معنا اتصال ابو عبد الله من لندن. تفضل ابو عبد الله. السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك، تحية لك ولقناة الرافدين والسادة المشاهدين. في عمر أنا عام 1992 كان ما عندي خيار إلا أن أرجع إلى العراق عن طريق إيران. أحد الشباب أحد الأصدقاء جاب لي تأشيرة فيزا من إيران من السفارة الإيرانية في باكستان. فعندما وصلت الحدود غدروا بي وأخذوني القناعات المخابرات. طبعا سجنوني 4 أشهر. في خلال هذا 4 أشهر أخي عمر، يعني واحد ضابط الاطلاعات أول سؤال سألني قال لي أنت مسلم ولا سني؟ فأنا مفروض أقول له أنا سني، أنا مسلم. فأنا عرفت شنو قصده، فيكفرون السنة. فأنا قلت أنا سني، ما قلت له مسلم. طبعا واحد بعدين ضابط اطلاعات آخر قال لي أريد أشرب دمك. قلت ليش؟ أنا طبعا أتكلم فارسي. قلت ليش؟ فقال لي أنتوا قتلتوا كثير من عندنا أيام حرب العراقية الإيرانية. قلت أنا كنت طالب في الجامعة، أنا ما رحت الحرب. قال ما زال أنت ريحتك عراقي، أريد أشرب دمك. فضابط آخر اطلاعات آخر أخي عمر قال لي أنت ليش جيت إيران؟ مفروض تروح أمريكا. قلت أنتم خميني يعني يقول يجب أن يرفع الحدود بين الدول الإسلامية، وخميني يقول أمريكا شيطان أكبر. فأنا يعني حقدهم على العراق يا أخي عمر شيء غريب وعجيب. وأحد المرات أخرجوني قالوا لي أنت لازم تلطم على رأسك، كان عاشوراء. فكان أنا قلت دعيت الله يا الله ثبتني. الحمد لله يا أخي عمر كان يمسك واحد منهم يمسك إيدي ويضربه على رأسي، مجانين مجرمين. فيعني يقول لازم تلطم أنت. فأخي عمر جلال الدين الصغير هذا، جلال الدين الشيطان هذا الذي يقول عراقا يدفع تعويضات إلى 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 إيران، أخي الكريم هو يعني أنه يريد هذا، لأنه هو عميل إيراني، هو يعني يريد هذه الأموال يعني ينقل إلى حساباته إلى 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 إيران. فهذا مجرم. يعني تعرف هم يعني كلهم سراق
عملاء ويعني خدم عند الصفويين. لكن أخي عمر بالنسبة الآن حقد إيران، يعني شوف على العراق، أحمد نجاد بالنسبة يعني أتذكر في 2006 قال إذا يهاجم إسرائيل سوريا، إذا في اتفاقية عسكرية مع سوريا، إذا قالوا إذا يهاجم إسرائيل سوف نشارك في الحرب. فإحنا شفنا قبل أيام الإسرائيليين ضربوا دمشق وضربوا الإيرانيين في 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 في, في سوريا. فنريد اللي يقولون إسرائيل شيطان أكبر وأمريكا شيطان أكبر، نريد إن شاء الله نقول اللهم ادفع الظالمين بالظالمين. فأنا أتمنى من الله عز وجل أن يولع النار بينهم، أن يعني إن شاء الله يكون بأسهم بينهم شديد حتى نخلص من شر الإيرانيين، لأن إسرائيل الشياطين. من جاب خميني من فرنسا إلى طهران؟ من الذي، أليست الصهاينة هم اللي جلبوا خميني، هذا الشيطان الذي جلبوه من فرنسا إلى طهران؟ فهم يعني سبب مصائبنا، وكله من وراء الإيرانيين الصفويين الذين دمروا المنطقة. الله ينتقم منهم ويخلصنا من شرهم إن شاء الله. أنا أشكرك أبو عبد الله، أشكرك أبو عبد الله من لندن. كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد. فضلي أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة إذا إيران يسمونه العزرائيل الأكبر، مو هذا، فهذا إيران عدو للعرب كلها، مو بس للعراقيين، عدو للعرب. ويشوفها داخلة على اليمن وعلى كل الدول العربية لتخريبها، يعني تريد توسع دولتها إلى تأخذ الدول كلها، كل الدول العربية، وهي دولة غير إسلامية. ليش يقولون عنها دولة إسلامية؟ هي دولة، هي أصلا تكره الإسلام، وبالذات تكره العراقيين بالذات. العراقيين راوها المر 8 سنوات بحرب، 8 سنوات العراقية الإيرانية. فالحقد من أولهم، عندهم حقد دفين على العرب والعراقيين بالذات، وصار الحرب 8 سنوات فصار حقد دفين أكثر وأكثر. فهم أولياء للشياطين، مو الإسلام أبدا، مو للإسلام، ولا عندهم ذرة من الإسلام. وهم هسه لما تغلغلوا الى بالعراق، تغلغلوا في كراهيه وحقد ودماء مستمر، ويعني بحيث من خشوا، وكانما خشوا الى المستنقع اللي يردون يلزموه بيدهم، شلون الحيوان المفترس يلزم الفريسه مالته. فهم هيك لزموا العراق بهذا الشكل، وخاصه من اجت هاي الحكومه من 2003، ومن بعد ما اجت امريكا هدمت العراق وسلموها الى ايران، وكملت ايران مع سبقه منها. لكن احنا نقول هو هذا الحقد الموجود، يعني هسه حتى بالسجون اكو ناس ايرانيين يؤذون السجناء، يعني ايرانيين هم اللي يؤذون السجناء مو العراقيين، الايرانيين نفسهم اللي منتمين الى الولايه. وهم عندهم هالعقيدة أنه خامنئي، هم استغفر الله يا ربي، بعد رب العالمين، هو الله مثابة رب العالمين، استغفر الله يا ربي، لأن هم كفرة. ولهذا نجدنا إيران ما تنج، يعني ما تحب العراقيين ولا تحب العرب، وتريد توسع نموها إن شاء الله يا رب العالمين. إسرائيل تضربهم مثل ما قاعد تضرب العرب. انا اقول يمكن حتى اسرائيل عندها شويه نوع من اقل من ايران من الحقد والدفين على العرب، لكن ايران عندها حقد دفين على العرب كلها، يعني على العرب. هسه شوف هي دسوا باليمن، دسوا بالليبيا، داخله بكل الحدود المناطق العربيه، فتتوسع ان شاء الله، ما تتوسع ان شاء الله. هذا مثل ما هسه هذا الامر اذا اشوفه الوجه. ام ازهار، انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا.
هسه يقول لك انت جاي تتكلم بالتاريخ وربما هذا يعني يثير الكراهيه والى اخره. لا، احنا نتكلم عن وقائع وبلسانهم، ومثل ما اشرنا احنا ما نتكلم على تصرفات فرديه مواطنين، احنا نتكلم على تصرف دوله، سياسه دوله تجاه دولة جارة أو تجاه دول جارة. كان من المفترض أن تكون دول جارة ودول إسلامية، المفروض أنه هذه الدولة أو تلك تبحث عن استقرار الدولة الجارة، ولكن إيران مختلفة. باعتراف نائب إيراني، طبعا هذا تسجيل سابق، باعترافه وبلسانه وأثناء حملة انتخابية، نائب إيراني يعترف بقتل أكثر أو نحو 700 أسير عراقي وقعوا في الأسر إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. هذا نائب إيراني وليس مواطن إيراني، نائب إيراني يتحدث حول هذا الموضوع. خلونا نشوف هذا المقطع اللي يتحدث فيه النائب الإيراني حول هذا الموضوع. Arslan senden abi müstakil oldu. Saat 10 dedim 12 nefer kişi silah. 22 nefer bir kat oldu dedim. Dedim 12 nefer istilam. Dağlı eriyle Hansman Mengele şu an. Özüm seçtim. Bir an lafaydan iki tane Amu Kardeşoğlu seçtim. İki tane Şirmat seçtim. Ulmiyar Eben seçtim. Bakın, Ustan Azerbaycanlardan kontiner adım 12 nefer. Özümle nasıl oldum 13 nefer. Düştük kendine aşağıda. Ta geçen asfalt emare basraya, hüdurda 1600 nefer muvazi olduk biz. Hamımızı teslim oldu. Ama kudret nikahlarımız yoktu. Mecburduk ellerinden rahat olalım. هذا النائب شقد استقبلوا نواب في العراق وفي مسؤولين في الحكومة، إن كان إجا العراق أو هم راحوا زاروا، شقد قعدوا وياه، شقد ضحكوا وياه. هذا نائب إيراني، يعني ما زال الحقد والكراهية في قلوبهم ولم يتغيروا كل هذا الوقت. بينما نعرف إحنا يعني في البداية عندما تحدثنا ما كتبه عميد الأسرى العراقيين الدكتور نزار السامرائي، وتحدثنا عن المعاملة السيئة التي كان يتلقاها الأسرى العراقيين في إيران، ربما الآن يسمعني ويشاهدنا الكثير ممن كان في الأسر، سمعنا منهم من الأقرباء ومن الأصدقاء ومن الجيارين اللي كانوا أسرى، كيف كان التعامل مع الأسرى العراقيين، كيف كانت صنوف العذاب لدى الأسرى من قبل إيران على الأسرى العراقيين، وهذا من قبل دولة تسمي نفسها الجمهورية الإيرانية الإسلامية. كذلك بما أنه احنا نتحدث نربط ما بين التاريخ القريب والتاريخ وبين التاريخ القريب وما بين الحاضر، خلونا نشوف شلون كان العراقي عامل الأسرى. طبعا احنا راح ناخذ مقطع صورته احدى القنوات الامريكيه في ذلك الوقت، وزارت فيه احدى المعتقلات والسجون. هذا كما نشوف احنا الان، هذه قناه امريكيه اعتقد CBC
في ذلك الوقت قامت بتصوير هذا التقرير وقامت بعمل هذا التقرير للأسرى الإيرانيين في الأنبار، كان معسكر هناك في الأنبار للأسرى الإيرانيين. خلونا نشوف يعني حتى إذا كان ربما يقول لك لا هذا طبعا حضروا في وقتها وسووا هذا الترتيب، مكان بسيط الناس تلعب كرة قدم، ذولا أسرى إيرانيين في العراق. هذا التقرير صور عام 1989 تم تصوير هذا التقرير، تقرير تلفزيوني. طبعا احنا يعني وقفنا الصوت لأن التقرير باللغة الإنجليزية، وفحواه أنه يتحدث عن أحوال الأسرى الإيرانيين في العراق في ذلك الوقت. أكو شمس، أكو ناس تلعب كرة قدم، يعني ما نقول مثلا عايش في فندق، هو مسجون معتقل وأسير، ولكن على الأقل كان يتلقى معاملة جيدة على خلاف العراقي اللي كان في ذلك الوقت أسير لدى إيران، يتلقى كل صنوف وشتى أنواع العذاب. طبعا التقى في هذا التقرير هذا المراسل الأمريكي مع الأسرى الإيراني وتحدث معهم حول أحوالهم في ذلك الوقت. ومعروف وإحنا كنا نسمع وكنا بعدنا صغار حول يعني الفرق بين معاملة الأسرى الإيرانيين في العراق وبين معاملة الأسرى العراقيين في إيران، وتقارير الصليب الأحمر ومقاطع الفيديو، هناك مقاطع فيديو طبعا بشعة لا نستطيع عرضها صراحة. كان من أبرزها كنا نتذكر أنه كيف تم يعني ربط جندي عراقي بعربات عسكرية وتم تقطيعه، يعني سارت السيارتين باتجاهين مختلفين وتم تقطيعه، ويعني سواليف، ومو بس من قبل الإيرانيين تم تعذيب الأسرى العراقيين، يعني من قبل منظمة بدر، من قبل منظمة بدر، هذا العامري وأبو مهدي المهندس وغيرهم وكذا. هذا مو كلامنا، هذا كلام الناس اللي تعرضت للتعذيب من الأسرى العراقيين. بينما كان مثل ما نشوف هذه الصور عبر قناة أمريكية في تقرير أعدته عام 1989 حول أحوال الأسرى الإيرانيين في العراق. نعم، رجع لي سيدنا المخرج. معنا اتصال محمد من ديالة، تفضل محمد. انقطع الاتصال مع محمد ديالة. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. أنت طلعت هذا النائب، هذا كان ما يحكي لغة الفارسية، كان يتكلم لغة الأذرية التركية. نعم أذربية. بس أنا حييهم، شوف كم قومية هم، لكن تربطهم ما تربطهم القومية، تربطهم العقيدة الدينية. زين على مود يعرفون القوميين، خلي يعرفوا يخلوه تركيا بينهم، إذا عندهم ذرة من الشعور والإحساس. زين خلي يعرفون إنه هذا أذري، وأكو شيعة عرب، وأكو شيعة كراد، وأكو شيعة بلوش، وأكو بعد لور، وأكو كفر، كلهم ما تربطهم القومية. إيران طبعا تستغلوا، إيران تضحك عليهم. نعم. لأنه إيران هي الفرس المجوس، هم بدأوا يضحكون على التشيع القومي، بس يضحكون على بقية القوميات اللي انتمت إلى عقيدة بن سبع، عبود بن سبع اليهودي، هذول كلهم جرم باسم القومية، باسم العقيدة الدينية، تسمحهم العقيدة الدينية، وهي تسوى حياتكم انتم يا قوميين. زين، مهما كانوا عرب أو أكراد أو تركمان بالعراق، مهما كانت قوميتهم، زين من طائفتهم، هم دول همين تجمعهم، ما تجمعهم القومية، تجمعهم العقيدة الدينية. فتشوف يقتل ابن الوطن، زين، وابن القومية الواحدة يقتله على مدين سبيل انه ترضى عنا ايران، يرضى عنا الدجال الاعور الموجود بايران الان، مصفات. زين، هذا اللي اقوله، هذا الحقد مو اليوم البارحة، نعم، هذا الحقد تاريخي من ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. كسر خشم ربهم، كسر. نعم. هذا قبلها معركة ذيقار قبل الإسلام، قبلها نعم معركة ذيقار، أنا وياك نعم صحيح. نعم. لكن قبل معركة ذيقار، قبل معركة ذيقار كانوا العرب هم بالأساس عرب المنابر، هم كانوا يحمون الحدود الفارسية،
حدود إمبراطورية الفرسك. مثل الميليشيات حاليا يعني تقصد؟ نعم. مثل الميليشيات حاليا؟ نعم نعم مثل الميليشيات. يعني العبودية نوعين، عبودية تعود إلى قبل أيام معركة الحقار، وعبودية جاءت من أيام عبود بن سبع اليهودي. هو اجتماعهم زين، هو اجتماعهم المفروض هسه يسوي له تمثال وينكروا وينكروا العبود. نعم. زين هذا أقول لك يا أستاذ، وإحنا هذا إن شاء الله هذا الحق سيزال. أنا عندي كلام واحد رؤية حول دعاء سيدنا عمر بن الخطاب عليهم. قال اللهم اجعل بيننا بينهم جبلا من النار. في البداية لم تكن الأسباب متوفرة حتى يجعل رب العالمين بيننا وبينهم جبلا من النار، لكن الآن الأسباب متوفرة. عندك أقليم بلوشستان، أقليم الأحواز، أقليم كردستان إيران، أقليم الأذربيجان. الآن الحقد والكراهية ضد الفرس وضد التشيع الفارسي موجود 100% بل 200%. وهذا إن شاء الله سقوطه قريب، هذا النظام نظام جمهورية الدجال العوف سقوطه قريب، ورح ينحصر بمدن خراسان. زين رح يسقط، رح يتحقق دعاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أشكرك أبو عمر، أشكرك أبو عمر من السليمانية. كان معنا اتصال سامي من بغداد. تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك لحضرتك وإذاعة القناة. حياك الله يا أستاذ عمر. والله العظيم يعني أنا والله حزنان. المفروض هذا تليفونك المفروض يشتعل، يعني ما يصير لك فرصة تحك راسك على المخابرات على هذا البرنامج الطيب والقيم الصراحة. بس مع الأسف ثلاثة أرباعهم يا أستاذ عمر جبناء قاعدين ويا الخزعلي ويا اللي قتل وهذا العامري وغيره. هذا هاي مشكلتنا بالعراق، يعني صناعة الجبن، صناعة الخوف، صناعة اللي بس سوي لي خدمة يكرمك الله بصالك. مع الأسف مفروض هذا التليفون أصلا ما يصير لك فرصة، أول ما تدخل بهذا الموضوع إلى أن تنتهي ما يصير لك فرصة تحكي أصلا. تليفونك البركة بيكم. وهم أكو مشكلة بالاتصالات. زين سامي إحنا تحدثنا عن هذا الموضوع. زين إحنا صار لنا أكثر من 30 سنة من انتهت الحرب. زين إيران شو تريد من العراق وغير العراق خاصة العراق؟ يعني شنو هذا الحقد؟ يعني نائب إيراني وصلت إلى هذه المرحلة حتى تجدد ولاية أو مثلا يصعد يعني يصعدون جماعتك تفتخر بقتل 700 أسير إيراني في ذلك الوقت. وهو طبعا احنا نتحدث يعني استحضار الماضي والسقط على الحاضر على الواقع الحاضر، يعني لم يتغير شيء من قبل سياسة إيران تجاه العراق وتجاه البلدان العربية من سياسة استحقار ويعني السعي إلى تدمير هذه البلدان والسيطرة عليها. أستاذ عمر هذا يعني هؤلاء يعني حسب ما تفضلت حقد وعجرفة صراحة، يعني قبل الإسلام وبعد الإسلام. يعني تصور العرب أعطوهم أحسن هدية يتمنوها هؤلاء، المفروض يعني المفروض يكون عصر واستقرار في المنطقة. يعني سلمناهم الدين الإسلامي وقلنا لهم يابا هذا آخر نبي وآخر رسول عليه الصلاة والسلام ورسالة إلهية ومفروض يستخدموها لأغراض طيبة وجيدة حتى نشر يعني مثلا الاستقرار في المنطقة. استخدموه ضدنا. تصور يعني شوف بعد كل هذا استخدموه ضدنا، وبعدين هسه منو اللي يعني حرارته وين أول شيء وصلت العراق؟ شوف شون وما شاء الله تعرف أنت شو اسمه مصانع المنافقين بالطبع ينتظرون خدمة الإيرانيين خاصة من المالكي وغيره. هسه دخلوا الوجبة الجديدة الخزعلي وربع. يعني أنا أتعجب على هالجبن هذا وهال يعني هال نعم. شو أقول لك الخوف إنه ماذا شوف ناس يقول لك كفاية الاستعباد هذا والله على أساس بالنسبة للدين لو شيء. وأنت
ثم هل هالماكينة هاي الماكينة الطائفية العنصرية ماكو إذا ما تسمحها برا لو بالبرلمان على أساس أخوان سنة وشيعة تسمحها بالحسينية ماكو هيك حقد يعني على السنة يعني وشون شلون ما يقول لك أنا حقد على هذا السني لو المنطقة الغربية لا يتحدث لك على صحابتنا الكرام فلهذا هذا يجي من يشوف السني المن يحب الصحابة فيحقد عليه وهاي المشكلة يا أستاذ عمر صراحة يعني نعم أنا أشكرك سامي من بغداد الحاضر خلونا نتكلم في الحاضر يعني هناك الكثير من المواقف التي حدثت مؤخرا من قبل السلطات الإيرانية تجاه العراقيين والاعتداء على مواطنين عراقيين كانوا في إجازة أو في سياحة أو في علاج هناك في إيران مقطع انتشر العام الماضي في نهاية العام الماضي حول تعامل ضابط الجوازات في إحدى نقاط العبور من العراق إلى إيران خلونا نشوف المقطع فقط نستذكر المقطع سيدنا المخرج نعم كيف يقوم هذا الضابط الإيراني بإهانة العراقيين ورمي الجواز يختم الجواز ويشمره شمر هذا لو إحنا عندنا دولة لو أكو دولة صحيح ما حد يقدر يستجري ويسوي هيك بس مع الأسف أصبحت الآن الدولة بيد هؤلاء يعني شوف يشمر ولا يمة هذا تعامل الحاضر لم يتغير يعني هنا لم يتغير شيء يعني من في ذلك الوقت في الثمانينات الذي يقف مع إيران مثل بدر وغير بدر وهذا العامر وإلى آخره وأبو مهدي المهندس وكذا يعني أكيد طبعا هذا يخدم مشروعها فيكون له مكانة لأن هو تابع أما اللي عارض سياسة إيران حتى موضوع الأسرة كان يعني ما يتم تسميتهم بالتوابين في ذلك الوقت لهم يعني معاملة خاصة اللي يروحون مع الجانب الإيراني واللي يبقى ثابت مع الجانب العراقي ويبقى على وطنيتنا الوطنية مالته يعني يختلف الأمر معه ويختلف التعامل مع الأسير العراقي ومع العراقي حاليا معنا اتصال أبو ناصر من تركيا تفضل أبو ناصر السلام عليكم سلام. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أهلا بيك تفضل قول يا أخي يا أخ سامي يعني نزل لك منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقد بي إيران وملالي إيران وتدخلهم بالعراق وشوف شلون ديول إيران راح يردون عليك لأنهم ديول وجبناء وراضين على كل تدخل إيراني بالعراق قبل فترة مجموعة عراقيين زاروا إيران وراحوا يصلون بجامع أو حسينية طبعا طلعوها بمقطع فيديو منعوهم من الدخول لهاي الحسينية والسبب الوحيد لأنهم عراقيين أستاذ عمر وشافوها أكثر الناس شافوا هذا المقطع يعني عمر إيران ما حبت العرب ولا حبت العراق ولا تزال يعني كلمة الفاروق رضي الله عنه تتجدد اللهم اجعل بيننا وبينهم جبل من نار دولة فارسية حاقدة على كل شيء اسمه عربي وكشروا عن أنيابهم وشفنا خطدهم بالحرب العراقية الإيرانية وبعدنا نتذكر إلى هسه شلون ربطوا أسير عراقي بسيارتين وكل سيارة تنطلق باتجاه مغاير عن السيارة الثانية ومزقوا جسد هذا الأسير وما ناسين لحد الآن أذيارهم من أمثال المقبور عبد العزيز الحكيم وابن عمار وهادي العامري وهذاك الأخ اللي يسموه شهيد المحراب اللي تمزق جسده وما يعرفون وين صار هو بالأساس وغيرهم اللي عذبوا الأسرى العراقيين واللي يقول إيران دولة جارة ومسلمة فهو ينافي الحقيقة إيران هي اللي دمرت ولا تزال تدمر الإسلام ونشوف شلون دمرت كل دولة عربية أو إسلامية دخلت فيها وكل شعب فرقته ودخلت بهالدول هاي مثل العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن وغيرها كم سنة يعني بقى الخميني المقبور بالعراق يأكل من خيرات العراق ويشرب من مي العراق ومأمن من كل خطر ومن طلع من العراق كان أول أعماله هو محاربة العراق نعم. هاي الدولة اللي آوتها عشرات السنين والحد هسه هم حاقدين على العرب وخصوصا على العراقيين نعم. وموجود ممثل خامنئي بالنجف أستاذ عمر ويعرفون بيه أكثر الناس يعرفون شلون وجه إهانة لرئيس الوزراء العراقي
وماكو واحد من اللي يدعون بأنهم يحكمون العراق وجه مجرد انتقاد لهذا السعلوك المجرم. زين أبو ناصر، يعني لو كانت إيران أو غير إيران، إيران بالتحديد يعني دولة جارة وما لها علاقة وفقط تربطنا علاقات الجوار حسن جوار وتربطنا معهم علاقات اقتصادية ما لهم علاقة بالشأن الداخلي العراقي ما يتدخلون، يعني كان هذا كل هذا الحديث جرى؟ يعني حتى لو كانت هناك بيناتنا حرب كان صفحة وانطوت وراحت، صفحة انطوت وراحت. نعم. أستاذ عمر، يعني صار لها كم سنة من انتهت الحرب العراقية الإيرانية. نعم. لكن حقدهم ما زال مستمر، يعني هو لو ما تدخلاتهم بالعراق وهاي ميليشياتهم الموجودة وأذيالهم الموجودين بالعراق اللي يأيدوهم ومستمرين بتأييدهم لحد هسه ما. نعم. كان صار شيء بالعراق، صارت حرب بين دولتين وانتهت الحرب وكان الله يحب المحسنين وانتهى كل شيء. خلونا نفتح صفحة جديدة، ليش هذا الحقد اللي شايليه؟ نعم. لكنه حقدهم ما ينتهي أستاذ عمر. نعم. حقدهم على العرب وعلى المسلمين هو اللي خلاهم يتدخلون بكثير من الدول العربية، يعني أي دولة عربية دخلوا بها أو أي دولة إسلامية دخلوا بها ما يردون استقرارها، وراح يستمر حقدهم خصوصا على العراق اللي جرحهم السم باعتراف إمامهم المقبور الخميني. أنا أشكرك يعني أبو ناصر، أشكرك وعذر عن المقاطعة. معنا اتصال أبو بلال من بغداد، فضل أبو بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. الله حيك أستاذ عمر. حقيقة يعني إحنا نستفيد من ثقافات الآخرين، يعني أكو كتابين، كتاب الأدوار سابليه إيران اسمه إيران مستودع البارود، والكاتب الأمريكي جاك ميلوك الشخصية الإيرانية ومكنوناتها. أستاذ هذا دول الكتاب اثنين حللوا الشخصية الإيرانية تحليل جدا رائع. نعم. يعني من ضمنها يصف الشخصية الإيرانية يقول إنها شخصية قومية، يعني الشخصية التي تمجد تاريخها وتمجد ملوكها، معروف أن بلاد فارس كانت تعبد الملوك. نعم. ومما زاد الأمر أيضا بلاء عليهم أن أناس مثل العرب الذين كانوا يحتقرونهم هم كانوا سبب انهيار حضارتهم، فمما أدى إلى تكوين شخصية أو فلسفة سلالية تؤمن بالسلالات القديمة لفارس وأنها هي خير البشر وأنهم أفضل البشر، وكيف يسلط عليهم أناس بسطاء بدو رحل مثل العرب يدمرون حضارتهم هذه الحضارة. ولا ينكر طبعا بلاد فارس هي دولة حضارة ودولة قديمة. نعم. لكن حينما جاء الإسلام لم يتقبل الإسلام لأنه تمسكوا بماضيهم. نعم. أبو بلال شخصي. نعم. نعم. اسمعك أستاذ عمر. نعم أنا انقطع الصوت عندي، تفضل. الله يبارك بك. يقول لي هذا صارت الشخصية الفارسية شخصية مريضة، شخصية انطوائية، يقول حتى أنهم أحدثوا لهم دين ثاني موازي لدين الإسلام، أحدثوا شخصيات غيبية لا تتعلق بعالم الأسباب والمستقبلات والزمان والمكان، وإنما تعلق بغائب ورجعة وبالوكلاء وبالسفراء وغيرها من هذه المصطلحات. نعم. أني أشكرك أبو بلال من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ رسائل واتساب. يقول محمد المحمداوي، يقول على الحكومة أن تطالب بالأسرى العراقيين في إيران. طبعا بالفعل هناك أسرى في إيران لم يعرف مصيرهم لغاية الآن، يعني مفقودين ما حد يعرف، أحياء أو أموات. يقول ولكن حكومتنا ليس فيها شريف كما يقول، تستنجد بهؤلاء الإيرانيين ليس لديهم لا دين ولا شرف، الذي يعدم آلاف من الأسرى كيف تترجى منه أن يترك الأسرى؟ يجب على الحكومة رفع دعوة إلى الأمم المتحدة لتقاضي الجمهورية الصفوية كما يقول. ويضيف أنا لا أعلم كيف لهؤلاء الناس أن تجلس مع من قتل أبنائهم في الحرب العراقية الإيرانية، وكيف تحكمهم هؤلاء السفلة فقط في بلدي يحكمون اللصوص والقتلة. رسالة من الحسين يقول فيها أخي عمر حقد الفرس لا مثيل له، أنا كنت أعمل في خانقين والتلفزيون العراقي يستلم البث التلفزيون الإيراني، وهناك مناطق داخل الأراضي الإيرانية تم قصفها من قبل الطيران العراقي أيام حرب الثمانينات، يقومون بجلب أطفال الروضة سفرات إلى هذه المناطق المحطمة لكي يفهموا الأطفال كيف حطم العراقيون إيران ودمروها لكي يجذروا الحقد على العراقيين لدى هؤلاء الأطفال، فلا نستغرب من حقدهم الدفن.
نعم. رسالة أخرى يقول فيها نواف العتيبي من السعودية، يقول بدأت مرحلة جديدة في العراق تتيح فرصة تاريخية للعراقيين الذين يريدون الخلاص من الهيمنة الفارسية، فهل يستغل هذه الفرصة التي لن تتكرر لتحرير بلدهم وأنفسهم من هذا القهر والعذاب الذي ليس له مثيل في التاريخ؟ رسالة أخرى يقول فيها، يقول أخي يقول حاكم الزاملي قال علنا بأن مديرية الجنسية العراقية تأتيها معاملات وصور لأشخاص إيرانيين بدون أن يحضروا، وتنظم لهم جناسي وشهادات جناسي لغرض التمليك في العراق. أكو أكثر من هذا الاستهتار في البلد. يقول علي البرزنتشي، يقول الحكومة الإيرانية هم من الطائفة المجوسية كما يقول، ويتسترون بالعباء والعمامة، وفي نفس الوقت لديهم طقوس، كل سنة يقيمون احتفال للشمس والنار. إيران تريد استرجاع الحلم الفارسي، ولكن للأسف لا كسرى إلا كسرى واحد. السؤال هنا، لماذا نناشد هذه الحكومة وهي وإيران ذيول وتابعين لأمريكا، بما أن الولايات المتحدة هي المسببة لهذا الوضع في العراق؟ أرى بأنه هذا الوقت المناسب للتحدث معهم، نحن سوف نحكم أنفسنا. نعم، إذن يعني تحدثنا حول ما كتبه الأستاذ نزار السام الرأي يوم أمس، عميد الأسرى العراقيين في إيران إبان الحرب العراقية الإيرانية. كل هذا الأمر، يعني هناك نقطة نريد أن نشير إليها، هذا الرجل وآلاف من العراقيين يعني كانوا بالأسر لمدة 20 سنة، بقوا 20 سنة وبقوا صابرين وثابتين في مواقفهم ووطنيتهم. هذا يعطينا درس بأنه يجب أن نصبر حتى وإن طال الزمن وإن طال الوقت، بأن لا نتخلى عن مبادئنا وأن لا نبيع الوطن إلى إيران وإلى غير إيران. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.